انت وكل زملائك هنا امانه ورقبتي. نعم نعم نعم، يعني اي كلمه تكتبوها اذا ما بها دليل تتحاسبون قانونيا. هسه ابقى فهم بيكم انا على طول. ما يصير بابا، ما يصير تكتبون شيء بدون ادله. اكتبوا اي شيء ويا دليل انا يعني اشرب من عيني، بس بدون دليل لا، ماكو اي شيء. فهمتي؟ يعني انت استاذ هسه ما راح تنشر لي هذا المقال الا بدليل. طبعا جيبي ادله انشر. انطيني المقال لو سمحت. تفضل. اشكرك. ثاني راح اجيب لك ادله. ادله. تمام. واضحه. حاضر. عن اذنك استاذ. الله وياك. ما تدخل بعد اذا ما عندها ادله، افتهمت؟ ما رضى ينشر المقال. يريد دليل. من وين اجيب له اني دليل؟ والله خبلني والله. ماذا افتهمه؟ تليفونه كل شوي ماذا افتهم؟ بطنه ومرته ومات وعاش يعني ما ايه؟ منين راح اجيب له دليل هسه؟ ما ادري من وين اجيب دليل.